السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. هلو ايفريبادي، اي ام ساره حسن، تيتشر اوف انجلش. ان شاء الله هنشرح مع بعض منهج كونكت وكونكت بلس بعد ما شرحنا منهج الترم الاول كله. مش هقول لك امك مستواها هيوصل معايا لايه ان شاء الله، بس انا عايزاك تحكمي بنفسك. خلي الطالب النهارده يحضر السيشن ده للاخر خالص، واحكمي بنفسك النتيجه هتكون ايه، وتخيلي كده النتيجه هتكون ايه بعد الالتزام في الحضور الترم كامل. مش هنقعد غير كتير، يلا بينا نشوف هناخد ايه النهارده. هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ المره اللي فاتت اخدنا بدانا في يونت 10 من كونكت جريد 1. النهارده ان شاء الله نكمل باقي اليونت. النهارده انا سايبه لكم جزء خفيف جدا جدا جدا. اتفقنا ان نبدا اليونت الاول ده من الملزمه بتاعتي وبعدين نكمل. والله انا يعني نكمل من الكتاب، مع ان انا شايفه الملزمه الحمد لله مسهله جدا ومبسطه الموضوع قوي. ف يعني عشان بس في ناس زعلانين قوي، احنا اشترينا الكتاب خلاص، فخلاص مفيش مشكله نشتغل اللي انتوا عايزينه. اوكي. طيب الورث اللي معانا النهارده، يلا ريبيت افتر مي. معانا تي شيرت تي شيرت تي شيرت تي شيرت، طبعا ده اخدينه ماركت وحفظناه خلاص. كوتن كوتن كوتن، طبعا مش محتاجه نقول دي معناها ايه. اوكي. طيب وكمان سهله جدا، كو كو تتون، تحس ان احنا التي هنا نطقتها مرتين علشان كده كاتباها دبل. اوكي. فابريك 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 فابريك، ده اللي هو القماش. اوكي. اسمه ايه؟ اسمه فابريك فابريك فابريك. اوكي. ف ف فاب ر ر ر ر قصرت قوي قوي قوي. فابريك حطيت السي. بريد بريد بريد، بنفطر بيه ونتغدى ساعات بيه ونتعشى بيه. اسمه ايه؟ اسمه بريد بريد بريد. ب ب ري ري ري، فتحتها شويه اي بعدها د د د بريد. اوكي، نشوف باقي الوردز. ويت 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 ويت، اللي هو القمح، القمح نفسه بقى اللي هو بيبقى فيه عيدان كده ده. اوكي، القمح نفسه ده اسمه ويت ويت ويت. اوكي. و و و الاتش لما بتيجي بعد الدبليو مش بننطقها. اوكي. بعد كده وي وي، تحس ان هو ايه ما بين الكسره والفتحه كده، فحطينا الاي، طولنا فيها شويه، حطيت بعدها الاي، وبعدين وي ت ت ت ده لتر تي. اوكي. طيب بعد كده كمان في عمليه كده معينه بتتعمل للويت، فبناخد منه الفلاور فلاور 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 اللي هو الدقيق. اوكي. فلاور فلاور فلاور، ريبيت افتر مي. فلاور ف ف ف لاو او او الاو هنا دي اللي هي الاو الاو يو، وفي الاخر فلاور. اوكي. ميد اوف ميد فروم مي م م م مي اي اي، ادي الاي منطوقه اهي. د د د، طالما الاي نطقه طيب هنحط في الاخر دي. وبعدين عندي اوف سهله وفروم كمان سهله. طيب الاثنين عندي ميد اوف وميد فروم، الاثنين معناهم مصنوع من. طيب حالا تعالى نروح على الشرح بتاعنا علشان نعرف الفرق ما بينهم هما الاثنين. تعالى نشوف ايه الفرق ما بين ميد اوف وميد فروم. احنا قلنا الاثنين معناهم مصنوع من. اوكي. طيب بص يا سيدي، عندي ميد اوف دي بستخدمها لما بيكون الحاجه اللي مصنوع منها، الحاجه اللي انا بتكلم عنها دي انا لسه شايفاها. طب تعالى ناخد اكزامبل على طول عشان نفهم. لما اجي اقول لك تي شيرت از از، خد بالك لازم قبل ميد اوف او ميد فروم نحط از، لان دي جرامر كده لوحده اسمه الاكتيف والباسيف او مبني المجهول مبني المعمول، ما تشغلش بالك بيه دلوقتي خالص، بس احنا المهم علينا ميد اوف وميد فروم. اوكي. اهم حاجه بس ان احنا بنحط قبلها از. اوكي. شوف الاكزامبل ده كده معايا، تي شيرت از ميد اوف فابريك فابريك. اوكي. الفابريك ده اللي هو القماش ده، انت في التي شيرت لسه شايفه ولا مش شايفه؟ يعني لامس الفابريك ده، لامس القماش ده ولا مش لامسه؟ لا طبعا يمس لامسه. اوكي. لسه شايف الماده الخام زي ما هي، المصنوع منها دي زي ما هي؟ يمس مصنوع منها وموجوده اهي وشايفها، عارف ان التي شيرت ده معمول من الفابريك. اوكي. طالما الحاجه دي انت شايفها ما اتغيرتش شكلها، اوكي، او ما يعني شكلها ممكن اتغير شويه ولكن انت شايفها، اوكي، اوريدي لسه موجوده، تمام، ما اختفتش، قصدي عايزه اقول لك يعني. اوكي. يبقى في الحاله دي بنقول is made of is made of. اوكي. يبقى تي شيرت is made of fabric، هنقول هنا made of لان الفابريك ده انا لسه شايفاه في التي شيرت. اوكي. طيب ولكن لما اجي اقول لك الفابريك بقى is made from cotton cotton. اوكي. طيب الكوتون ده هل انت لسه شايفه في الفابريك، لسه شايفه في القماش؟ اوكي. لو انا جبت لك اي حاجه قماش هتقدر تشوف فيها الكوتون ده؟
لا مش هشوفه طبعا، اصل الكوتون ده اصلا يمس حاجه عامله زي الزهره كده، زي الفلاور كده، بصوا بتبقى عامله كده. اوكي هنشوفها دلوقتي في الملزمه برضو هتبقى اوضح. طالما الماده الخام دي او الحاجه اللي مصنوع منها دي اختفت اساسا، اختفت خالص، ما انتش شايفها في الفابريك هنا، يبقى بنستخدم made from. يبقى made of الماده الخام بتبقى موجوده بس شكلها اتغير شويه، بس لسه موجوده اهي. اوكي بدات ان انا اشكلها، ولكن في made from الماده الخام او الحاجه المصنوع منها عندي اختفت خالص، انا اصلا مش شايفها. علشان كده بنقول t-shirt is made of fabric، وبنقول fabric is made from cotton. اوكي يلا بينا نشوف، نرجع تاني للملزمه بتاعتنا ونحل كمان. تعالى هنا نشوف مع بعض اول example. هنا عندنا كاتب لي ايه؟ بكاتب لك bread is made from flour. اوكي عندي البريد اهون اللي هو نمبر 1 is made from flour. الفلور اللي هو دي خلاص شكله اختفى بالنسبه لي، اللي هو الـ الابيض ده خلاص شكله اختفى بالنسبه لي، عشان كده قلت made from. طيب نيجي بقى على الفلور نفسه. الفلور ده برضو كان معمول من الويت، الويت برضو شكله اختفى في الفلور، عشان كده برضو قلت flour is made from weight، قلت made from. اوكي طيب نيجي في الاكزامبل التاني. هنا بيتكلم على التي شيرت، فقال لي ان تي شيرت از ميد اوف فابريك، لان القماش عندي لسه موجود في التي شيرت اهو، ممكن بس يكون شكله اتغير شويه، ولكن يعني شكلته. اوكي ما بدل ما هو قماش مفروض كده توب قماش مفروض خالص كده، لا خليته تي شيرت، ولكن الفابريك انا لسه ماسكاه ولسه قادره ان انا اشوفه في التي شيرت. اوكي ولكن الفابريك بقى، بصوا القطن بقى، بصوا الكوتن، شايفين الكوتن عامل ازاي؟ ها هل الكوتن ده لسه موجود في الفابريك؟ لا، علشان كده قلنا made from، يبقى انا هقول fabric is made from cotton. اوكي طبعا في الشرح هنا موضح لك كاتبه لك ايه بقى في الملزمه، بقول لك made of and made from. ايه الفرق بين made of and made from رغم ان الاثنين معناهم مصنوع من؟ made of مصنوع من ماده بس ما تغيرش شكلها، زي في المثال زي القماش شكله ما تغيرش، هو موجود قدامي زي ما هو. اوكي بس شكلته، يعني الشكل بتاعه بس شكلته شويه، خليته تي شيرت، خليته بنطلون، خليته اي حاجه من الحاجات دي، فقلت تي شيرت از ميد اوف فابريك. ولكن ميد فروم بقول مصنوع من ماده بس شكلها اتغير تماما، اختفت بقى خلاص. اوكي يعني الاوضح كمان في الشرح ان انا اقول لك ان هي اختفت خالص. اوكي زي في المثال ده بالظبط، هنا فابريك از ميد فروم كوتون، الكوتون هنا اختفى تماما وشكله اتغير. اوكي طيب بيقول لي هنا في الهومورك exercise number 1 sort and draw، عايز الحاجات المصنوعة من الفلاور أو الويت، وعايز الحاجات المصنوعة من الكوتون والفابريك. طيب تحت الفلاور والويت طبعا هنحط البيتزا أول واحدة هنرسمها المفروض، وهنحط كمان البريد، وهنحط كمان الكيك. أوكي طيب في الكوتون والفابريك هنحط السكارف، سكارف اللي هي الحمراء دي، هنحط كمان التيدي بير، تيدي بير اللي هو الدبدوب ده، وهنحط كمان ايه سكيرت. اوكي اكسرسايز نمبر 2 عايزني كومبليت، اكتب بس اسامي الحاجه. نمبر 1 تي شيرت تي، واعمل شرطه صغنونه كده اس اتش اي ار تي، كوتون سي او دبل تي او ان، فابريك اف اي بي ار اي سي. Number 2 bread b r e a d weight w h e a t flour f l o u r. اوكي خلصنا كده يونت 10 كله، وبكده نكون خلصنا النهارده السيشن ده. استنوني ان شاء الله السيشن الجاي علشان نكمل مع بعض ونعرف معلومات جديده ونحفظ فوكابولري جديده ونعرف كمان جرامر جديد. اهم حاجه نعمل سبسكرايب للقناه ونفعل الجرس عشان اول ما نزل السيشن يوصلك الاشعار دي على طول. وطبعا زي ما احنا استفدنا اكيد عايزين كل اصحابنا يستفيدوا، نعمل لايك وشير للفيديو لان الدلع الخير تفاعل. يلا استنوني السيشن الجاي، مع السلامه.